مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء من كل مكان، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم من الوثبه. نحييكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، مبارك عيدكم وحياكم الله معنا في هذا الاستوديو من برنامج الاصايل الذي ياتي مصاحبا للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربيه الاصيله من الوثبه على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، من هنا من ارضيه عاصمه الميادين التي تحتضن العالم جميعا وعشاق هذه الرياضه الذين يكتنزون أفضل ما لديهم ليدلوا بدلوهم وسباقاتهم هنا في هذا الميدان الذي سوف يكون على مدار مضمارين من خلال الأيام 16 القادمة في تحديات كبيرة وتحديات متميزة تصل إلى أوجها وعزها في ختام هذا المهرجان من خلال سيفين للعامة ولأصحاب السمو الشيوخ، ألا وهو سيف المقام السامي صحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، الذي يرمي إليه جميع العشاق جميع المنافسين جميع الملاك الذين يحلمون بذلك ذلك الانتصار الكبير في ختام الختاميات في عاصمة الميادين من هنا. وسنكون متواجدين معكم بإذن الله تعالى من خلال الصوت والصورة والتحليلات الفنية قبل وبعد الأشواط على مدار أشواطنا جميعا في كل أيام هذا المهرجان الختامي السنوي في الوثبة، فأهلا ومرحبا بكم معنا. رسامها تندفع عالصوت ما تحتى يا آلي ذايره من الصوت تركض عكرمها من شمقها نايره والمود عالي زانت الوثبة وزينها علمها باسم زايد شيدة وفي احتفالي لي بناها يوم بفكار حلمها لين وصلها أصبحت جنة وبالحلقة وسمها صانها عن كل طمع احتيالي قدها ورسبها عالي قممها لين سلمها صناديد الرجالي من بعد حكم الخليفة استلمها صامل الوقفة تحمل الثقالي والتراث أحيوها في كل المجالي خير زانت الوثبة وزينها علمها باسم زايد شيدة وفي احتفالي لي بناها يوم بفكار حلمها لين وصلها على حد الخيالي أصبحت جنة وبالحلقة وسمها صانها عن كل طمع زانت الوثبة وزينها علمها. نعم زانت الوثبة وزانت عاصمة الميادين إذانا بانطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة لعام 2024. ختام الختاميات وكالعادة سوف يلاقيكم برنامج الأصايل عبر قناة دبي ريسينج مواكبة لهذا الحدث الكبير على طول أيام هذا المهرجان من خلال برنامج الأصايل قبل الانطلاقات وأيضا كذلك من خلال برنامج أهل الهجن في كل أمسية من أماسي هذا المهرجان الكبير. أما في هذا الاستوديو الافتتاحي لأول الفترات المسائية من خلال هذا المهرجان دعوني في البداية باسمكم مشاهدين الكرام وارحب بالمحللين الأكارم المتواجدين معي في هذا الاستوديو ضيوفنا في هذا المساء. أبدأ مع حمد بن ضبيب الشامسي، كل عام بخير ومبارك عيدك يا أبو فزاع وحياك الله ويانا. مرحبا عليك عوادة العيد، أهلا وسهلا فيك ورحب فيك أول شيء ورحب بإخواني المحللين أبو مبارك وأبو مبارك ورحب كل متابعي قناة دبي ريسينج. إن شاء الله نحن في ختام الوثبة هذا الموسم بيكون إن شاء الله انطلاقات مميزة وموفقة للجميع، نتمنى إن شاء الله التوفيق للكل ونحن إن شاء الله في أول أيام المهرجان وإن شاء الله نقدم شيء مفيد لهذه الرياضة كعادتكم. نعم. نرحب أيضا كذلك بسيف المبارك الحبسي، مبارك نعيدك وحياك الله ويانا. مرحبا بك أبو محمد، السلام وأنتم العايدين، نهنيك أبو محمد والإخوان والمشاهدين، وأيضا كما نرحب بإخواننا المحللين أبو فزاع أبو سعيد والمشاهدين أمام الشاشات ونقول لهم سعدتم مساء
في ايام اعياد وفي ايضا ختام الختاميات ختام الوثبه. نتمنى التوفيق لكل المشاركين وباذن الله ان بنشوف منافسات مثيره في هذا المهرجان من بدايه الى يوم الختام ويوم السيوف باذن الله. نرحب ايضا كذلك بمعضد بن سعيد مهيري. عيدك مبارك يا ابو مبارك وحياك الله. يعني عباد انت والحاضرين والمشاهدين والمتابعين، وان شاء الله انها فاتحه خير ويكون شيء تسمع يفرح المتابعين ان شاء الله باذن الله. لن يفرح المتابعين فقط بل سيفرح الملاك والمضمرين الذين اعدوا العده وجهزوا كل ما لديهم لهذا الختام الذي ياتينا في نهايه هذا الموسم من خلال ثاني ايام عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات، وهي كالعاده عيديه الدولة. نعم. عيدية الوثبة، عيدية عاصمة الميادين للكل، ويا حبها من عيدية. نعم. تملك كل شيء، تحصل يحضر فيها كل شيء، كل الملاك، كل الأسنان، كل حتى السباق التراثي، كل ما يطمح المشاهد لمشاهدته موجود في عيدية الوثبة لعام 2024. أول شيء نقول نحب نهني ونبارك القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات ونواب الحكام وولاة العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد. عاده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذه المسابقة وهذا السباق الوثبة دائما يعني يبن لنا الجديد والجديد في هذا الرياضة، وهذا مو بغريب على شيوخنا الله يطول عمارهم ودعمهم الكبير لسباقات الهجن. تعرف أنت اليوم الدعم الكبير لهذا الرياضة يختلف عن كل الرياضات الأخرى، دعم صخي ودعم خاص ودعم يعني يفوق كل التوقعات دائما، وكل يوم نشوف الشيء الجديد، وهذا مو بغريب على القيادة الرشيدة الله يطول عمارهم، وعلى راسهم سيدي سمو معالي الشيخ سلطان بن حمدان الله يطول عمره. أبو حمدان يعني واقف على كل صغيرة وكبيرة، يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. أبو حمدان هو اللي يعني حفزنا نحن والمشاركين والمتابعين دائما لأن نكون في الصورة الجميلة والمميزة، ليس الصورة المشوهة لكن الصورة الجميلة الأفضل اللي دائما تطلع للناس في كل وقت وكل حين بصورة جميلة وطيبة ورائعة. نحن اليوم نلتقي في هذا المهرجان، مهرجان الوثبة التراثي، ختاميات الموسم على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فيعتبر يعني سيف غالي لمن سيكسب هذا السيف، وهو بلا شك يعني ختامي الناس كلها عادت للعده سواء من سن الصغار الى سن الكبار، فتواجه كل التوقعات فيه وكل الامال وكل الطموحات موجوده عند كل مالك هجن يمتلك. اليوم نحن بدينا مع ضربه البدايه وان شاء الله التوفيق للجميع في مسار العد، مثلا نقول الارتفاع لهذا السباق. فنحن نبارك للجميع ونشكر القيادة الحكيمة على ما قدموه لهذه السباقات. نعم، مبارك أيضا كذلك نقطة أنه في هذا التوقيت في أيام العيد وأيضا كذلك هذا التوقيت الزمني في الموسم، أنه خلاص كل المؤشرات انتهت، باقي فقط اليوم الختامي الشوط الختامي، فبالتالي في كل شوط ليس فقط أشواط الرموز نخبة النخب هي اللي راح تكون موجودة، لأنه خلاص ما لها ملتقى بعد هذا الملتقى إلا هذا 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 الشوط. كل مطية تشارك في هذا المهرجان يكون آخر مشارك لها في هذا الموسم بعدها للمدير، فختام الختاميات أبو محمد دائما الناس حريصين بالمشاركة في هذا الختامي، يكون عرفت هذا الختامي وهذا الميدان وهذا المهرجان، فعراقة ختامي الوثبة يخلي كل واحد يحرص بالمشاركة ويستعد ويعد العدة لمشاركته في هذا المهرجان، كونه ختام الختاميات وختام الوثبة دائما يكون مختلف تماما عن كل الختاميات، بما أيضا الرموز التي تكون حاضرة، ثمان رموز اللي فيها من اللقاية إلى سن الحول، ثمان رموز يمكن المهرجان الوحيد أو الدورة الوحيدة الوثبة مو بالله الختامي حتى في الكبرى، الدورة الوحيدة اللي تكون حاضرة فيها الرموز من ثمان رموز من سن اللقاية إلى سن الحول، الأشواط ما شاء الله نشوف الأشواط في تزايد، الأيام 17 يوم في كل فئة عمرية مع أشواط أبناء القبائل وأشواط الشيوخ ثلاث أيام من سن الحقاية يقول لقاية والحول سن الحول، فنشوف الإقبال الكبير أيضا لهذا المهرجان. فأنت مثل ما ذكرت أن هذا المهرجان يأتي مصادفا مع عيد الفطر السعيد، فاللي مشارك في هذا المهرجان وفي هذا الختام هو فايز، هو فرحتين، فرحة الفوز وفرحة العيد وفرحة الناموس، فالله يطول عمار الشيوخ اللي
أيضا لا يسعنا أن نتقدم لهم بالتهنية صاحب السمو الشيخ محمد براء بن زايد آل نهيان، وأيضا أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحكام دولة الإمارات بمناسبة هذه العيد الفطر السعيد، أعاد الله عليهم في باليمن والخير والبركات، وأيضا الأمة الإسلامية. شوف الفرحة هذا العيد وفرحة ملاك الهجن اللي بدعم معازيبنا الله يطول عمارهم وتوجيهاتهم، فنشوف اليوم الدعم يتزايد أبو محمد من سنة إلى أخرى. نحن إذا ذكرنا عراقة هذا الختام وعراقة هذا المهرجان من بدايته في عام 1980، بداية ختامي أو بداية ميدان الوثبة عندما تم انتقالها من ميدان بني ياس، كان في البداية كان الركض في أبوظبي في دورة بني ياس، تم الانتقال في عام 1980 إلى دورة الوثبة، ومن هذاك اليوم لين من ذيك السنة لين هذه السنة 44 سنة من تشييد دورة الوثبة فقط. فنهيك عن السنين الماضية اللي كان في بنياس وكان في المقام وكان في سيح بن عمار، أيضا سنين تأسيس هذه الرياضة من سالف الأزمان، واللي أسسها الله يغفر له ورحمه الشيخ زايد اللي يقول فضل زايد يعلها الجنة اللي بناه سيس أعماده واستفاد المجتمع منه مثل ما شيد له وراده. كان الهدف هدف الاستفادة من ملاك الهجن، فمثل ما كان هو مخطط للهدف أنجال زايد وعيال زايد الله يطول عمارهم وصلوا اللي يطمح له زايد، فاليوم كل مستفيد من الشوار ومن البيعات الله يطول عمر أبو خالد وإخوانه ويرحم زايد. لهذا السبب أتوقع مبارك يعني هناك ميزة خاصة في ميدان الوثبة، ميزة خاصة في عاصمة ميدان، ميزة خاصة ليست فقط كونه عيدية وكونه أيضا كذلك ختام المختاميات. نحن في البداية نحب مبارك للقادة الرشيدة العيد هذا، والله يطول عمر معازيب، خلوا أيامنا كلها عيد، في رمضان عندنا عيد، وفي جمع عقب الفطر طول عمرهم خلوه كله عيد. شارات شوف الرياضة هاي زايد عليها الجنة علم على عياله عليها. نحن يوم نشوف الصور الحين في التلفزيون أن محمد بن زايد وإخوانه كلهم قد تقربوا من الناقة وقد اعتنوا بالناقة وعيبوبها من حب زايد في هذه الرياضة. زايد الله يرحمه شوفه حتى لسنتنا ما متعودين دوم عطول الله يطول عمره، وحن نقول يعني دائما لساننا زايد ما مات عنا، زايد مات عنا وخلى محمد بن زايد واخوانه ما خلوا قصيده عليه. صحيح. وبصير في شو يعني انت تشوفه، يعني نحن نمر بمراحل هذه ومتابعه المعازيب ومتابعه الشيخ منصور الله يطول عمره ابو زايد والشيخ سلطان بن حمدان، يعني قريب علينا لدرجه انت ما تتوقع. يعني امس ما ادري استوى واحد يعرض ناقه اشتروها طول عمره اعطاه اياها، دخلها في مجال هو ما يعرف له المجال، الحين خلاص بيتعلم. الحين هذاك الريال اي حد عنده بنت معزز قاطر شو هل يعتبروها مشاريع. فهذا قرب معازيب وحبهم للرياضه وعاصمه ميادين فيها مفاجات كبيره. نعم. يعني حتى لا تحصى ولا تنعد، الله يا رب يطول عمارهم ويكثر خيرهم ويخليهم لنا ويبارك لنا في حالهم ومالهم واعمارهم، تسمع وزيد وبشلوا من زود لنزود ان شاء الله. اللهم امين. طبعا هذه بتحمل ابعاد كبيره جدا، ايضا سعد جميع عشاق هذه الرياضه من خلال عيديه عاصمه الميادين، من خلال اول ما اطلق ايضا كذلك كتيب سباق ختامي الوثبه الذي سوف يبدا اليوم وبدا اليوم ايضا كذلك من خلاله، وايضا كذلك تواجدت به ايضا كذلك كلمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدوله، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسه، ممثل القياده الرئيسيه في القياده الرشيده في دعم هذه الرياضه المميزه. وجاء في كلمه التي جاءت من ضمن الكتيب: تجسد رياضه الهجن صوره مميزه لاحياء هذا الموروث الاصيل المرتبط بالعادات والتقاليد العريقة لدى شعب دولة الإمارات في سلسلة المعاني الخالدة لتراث الآباء الأجداد والآباء، والذي يقود إلى التمسك بالهوية الوطنية وتعزيزها سيرا على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي وضع أسس الاهتمام بهذه الرياضة التراثية ومهد الطريقة لريادة الدولة في تطويرها ورعاية المهتمين بها. هنا كانت كلمته بهذه الصورة التي ذكر أيضا كذلك فيها التطوير فيها، وأنا عجبتني كلمة أبو فزاع أنه دائما تسخر الوثبة بالقديم والجديد. نعم. ليس فقط كل شيء كل سنة نحن في الجديد، لكن التمسك بالقديم لا يزال. نعم. أسس. نعم. المغفورة بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الهيان. نعم. في كل
جانب من جوانب المطية مثل ما نقول بشكل عام والركض بشكل عام لا تزال موجودة ويتجدد عليها في تطوير. أبو محمد هذا إرث قديم، والإرث هذا الإنسان ما يتفكك منه، يعني الإرث أنت مرتبط فيك من يوم الصغر في كل شيء عندك، شيء تتوارثه ما يطلع من شخصك أنت، فكيف أنت شيء يعني خلفه رئيس الدولة لك والشيخ زايد الله يرحمه وخلاه موجود ودعم القيادة له، هذا يعني شيء واضح وصريح قدام الملأ كلهم. فأنت اليوم دعم في ميادين الدولة ما يقارب 30 ميدان، يعني من يبدأ الشتاء شهر 9 لين ينتهي الموسم كله سباقات، بغض النظر عن ختاميات الموسم اللي بدأت السنة، عندنا مثلا ختامية الظفرة، عندنا الكبرى، عندنا مهرجان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دبي، عندك ختامية دبي، ختامية المرموم، يعني 7 مهرجانات أنت اليوم تتكلم ويديرها اتحاد سباقات الهجن في دولة الإمارات، فهذا إرث قديم أنت ما تقدر تتخلى عنه، يعني شيء مرتبط فيك شخصيا، فكل شخص اليوم في هذه الرياضة أصبح يعني مرتبط بسباقات الهجن، وأصبحت طال عمرك تزيد سواء في الإنتاج أو في الركض، مثل ما قال أبو مبارك يعني الصورة اللي نشرها بن خريطان، يعني في فترة في لحظة اشتروها هجن رياسة بأمر من معالي الشيخ سلطان بن حمدان الله يطول عمره وقلطوا الناقة عليه، هو يستاهل لكن هو بيدخل في المجال هذا، الشيوخ يعني لهم نظرة غير عن نظرتنا نحن، انا نظرتي يمكن يقول الشيخ شو الرئاسه ليش ياخذون ناقه، مثل ما جاء في الكلمه الذي يقود الى التمسك بالهويه الوطنيه. اوكي، لكن حتى اللي مشارك فيها مسكوه فيها، انت النظره القاده يعني ونظره الشيوخ ما حد يقدر يمسكها، نظره الشيوخ بعيده الامد، فانت لما تتكلم عن شيء لا تطالع انت بالنظره الشخصيه لك انت، نعم انت تطالع النظره اللي يقدمونها الشيوخ الله يطول عمرهم، يوم يحطون شيء نحن نزعل منه في قرار او شيء، لكن بعد فتره نشوف هذا القرار صحيح انه صايب، فهاي نظرتهم الله يطول عمرهم نظره شامله، نعم. فنحن نقدم لهم دائما بالشكر الجزيل والامتنان على ما يقدمون لهذه الرياضه، اكيد ارث قديم ارتبط فينا ونحن ارتبطنا فيه فعلا. ابو مبارك ايضا كان في الاستوديو يمكن الماضي ذكر نقطه، قال نحن مغبوطين على الدعم، يعني خاصه في رياضتنا نحن عن سائر الرياضات مغبوطين بهذا الدعم المباشر، السيف بحد ذاته يحمل اسم المقام السامي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدعم متواصل وحضور شخصي من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وايضا كذلك الحضور اليومي والتسعيرات، وايضا كذلك الجوائز من معالي الشيخ سلطان بن حمدان، فبالتالي يمكن هذا دليل، يمكن الكتيب حد ذاته بعد ما بدينا الركض هذا دليل على كلمتك تقول مغبوطين في رياضتنا. من طريق السيف انا حفزته الحين من الحين حفزته على السيف. شوف اي هوايه القياده الرشيده قريبه منها لا تتكلم فيها، خلاص ناجحه 100% بتوفيق رب العالمين واهتمامهم لهذا الموروث. بعدين انت الحين نحن كاشخاص، نحن وعيالنا وعوايلنا، يمكن حمد يعني يمكن يأيدني في الكلام هاي، الحين انت شو حمد لازم يصير بعيد، حمد من افضل الناس اللي في يعني في متابعه الهجن وعنده قروب والله يا ربي يبارك له وعياله متابعينه، شوف كيف حياتهم كلها ايجابيه، ناقه ما بتلقاه بتقول ادي وين صار وين يا وخاف يصير عند من وخاف ما يخاوي عرب ما يعني لا كلها الهوايه والكل الجميع بيأيد على هذه النقطه. في شخص يوم من الايام في شخص يمكن اذا تابعني يعرف قال لي الانسان ما يقدر يعيش بالهوايه صحيح، وعني انت تشوف الحين سعاده فراي بن حمود والناس هذه اللي اكبر عنا وقدم عنا في الركض، يقول لك الحين انا الصبح اشتغل من بعد ما قيل واروح العصر اشتغل مع ناس ثانيين، هاي كم تسوى؟ نحن الحين عيالنا صغار ما اول يقولنا نبى المول ونبى ما ادري، الحين لا يقول متى بتروح بي العزبه؟ هاي كم تسوى؟ هاي تبى حمد وشكر من فضل رب العالمين ومعازيبنا اللي مهتمين في الشغله هاي وحببونا فيها، لو ما من معازيم والحكومه ما بتلقانا مروحين. صحيح صحيح. وبنصير ما عندنا شغله غيرهن، ما نعرف والله العظيم ما نعرف شغله غير الناقه. لو تقول لي سر سو دوك فلوس سر اخذ لك ابشرك ما تبى تعرف غيرها، صدك عن كل عرف. عيني على الساعه بيخلص مال السمر بوحده العصر ابرشاب. نعم. يا اخوي الناقه القرب من الناقه يعني تحس بلذه الحياه. صح. ما صحيح. تقدر انت وبتصير بالاهل. هوايه يعني عن بدل هوايه. يبن يعني انت الحين انت يا ابو محمد شو رايك في الناقه؟ انت لك مجالين، مجال اعلام في الخيل ولك مجال اعلام في الهجن، انت شو تشوف؟ ما يحتاج انت بالكلام اللي قلته وزود عليه انه تراد اصلا متمسكين بشكل كبير رب العالمين على الشيء هذا، لكن ويتعداه هذه الميزه هاي تتعداها ابو مبارك كونه مش بس محتفل
او عيديه محليه خليجيه. شوف الاعلام اللي ترفرف من عندنا من كيلو واحد لين اخر كيلو هندي في الدوره الصغيره، فعلا الاسماء اللي شفناها في التسجيلات المبدئيه عرس خليجي كامل متكامل هنا في الوثبه في العاصمه ابو ظبي. بلا شك ابو محمد، دائما عاصمه الميادين تلم ابناء الخليج ودائما يحتفلون بالعيد في عاصمه الميادين، فالله يطول اعمار الشيوخ، دعمهم طال عمرك صاحب السمو. هذه الرياضه تحظى بدعم كبير من صاحب السمو رئيس الدوله الله يطول عمره ابو خالد، وابو خالد طال عمرك حط هذه الرياضه في ايادي امينه بمتابعه صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره ابو زايد، ومتابعه الحثيثه والدائمه يحضر في السباق، طال عمرك يلاقي هالركض قبل بدايه السباق، يلاقي هالركض ياخذ علوم ملاك الهين وايضا الركض وعلومهم وش اللي محتايينه وش اللي قاصر عليهم في هذه الرياضه، فدائما ابو زايد يلبي طلبات ملاك الهجن، دائما تحس هذه الرياضه من 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 علو الى علو ومن تزايد الى تزايد بمتابعته الله يطول عمره ويحفظه، وحضوره الى ارضيه الميدان يستبشروا بكل ملاك الهجن، فكل واحد يبي يركض في يوم الرموز في الفتره المسائيه مستبشر حضور ابو زايد. هي حل الحقاي محظوظين تراهم. رقم 4 اروح امشي بال 15 وبال 20. فهذه الرياضه طال عمرك ملاك خاصة فئة الحقائق، مثل ما تقول ان احنا هل الرياضة مغبوطين، هل الحقائق بعد مغبوطين. الله يا رب. بحضور طال عمرك سمو الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره وحضوره ومتابعته لمقريات الشوط، انت عندك مطية وتلوف زقرة والشيخ منصور حاضر، هذا كأنك ما أخذ رمز، هذه سدك من الشرف، حاضر الشيخ منصور الله يطول عمره ويباري مطيتك وتنذابك يعلها ما تضل تي وراها، وهو ينداع بطل عمرك الشيخ منصور حاضر، فما بالك انت تاخذ رمز وسابق ولا تي في العشرين. العشر والعشرين يامر عليهم ابو زايد والله يطول عمره ويشتريهن مره بالعشرين وبالعشر وبال15 الله يطول عمره ويحفظه. فمعالي الشيخ سلطان بالغ وفوق الجوائز القيمه ايضا كذلك المرصود، يمكن هذه النقطه تذكرني بنقطه يمكن بربطهم بينهم من خلال ريال. نعم. سولف اياها يوم عقب ختامي قبل لا ينتهي ختامي المرموم، سايرين الخيل ويتخبرني عادي يقول علوم، قلت له لا انا حولت الحين سايرين عندنا كاس دبي العالمي. قال كم الشاره؟ قلت له 12 مليون دولار. قال 12 مليون دولار هاي ملايين، دول لي حصان بشتريه. امس بتصلها عايد عليه قال لي علومكم ركض خلاص، قلت له باكر لوثبه. قال قلت له السيف اخر شيء. قال كم شارت السيف؟ قلت له 5 مليون. قال دور لي مطيه. على الرجال اراك صب الوقت. الدليل وين؟ النقطه الجوائز الدعم السخي المرصود مرصود للهويه الوطنيه مثل ما ذكرت، الهوايه اللي تشكلت، فبالتالي لهذا السبب ابنائك وابناء حمد وابناء ايضا كذلك الشباب مثل ما ذكرت النقطه، لهذا السبب هو اللي خلاهم انهم ينجذبون لهذه الرياضه، ليس فقط الجائزه الماديه اللي مرصوده فيها، بل خلتهم يعشقونها منذ الصغر الى ان وصلوا لهذه الطريقه. وخلت مثل ما ذكرت انتم بغليطان، وخلت خوينا صالح اللي يقول لي خلته ويقول دور لي المطيه، فاصبح المجال جاذب، البيئه دائما يوم تكون جاذبه هذا دليل على 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 نجاح. انت السوق يوم تدخل السوق يقول لك والله السهم الفلاني طالع، ليش؟ الناس تبغى ترغب تشتري لان مجاله طالع، فبالتالي سوقها للركض بهذه الصوره هو بيئه جاذبه وبيئه مميزه بكل نواحيها. صحيح، الركض يعني دائما اي شيء فيه دعم تحصل فيه يعني الناس متقبلتنا. شوط الرمز اليوم كل واحد يشارك في شوط الرمز يبغي الرمز من هالحجايج، لكن يمكن احيانا ما يتوفق فيه حلال اسبق عن مطيته، لكن الحلال هذا كله اذا حضر الشيخ سلطان بن حمدان والشيخ منصور بن زايد يعني يتنقون يشوفون ان هاي الحلال اللي موجود هله عندهم ان عندهم نيه ان الحلال هذا مشاركين بيبوب به رمز، لكن ما حالف الحظ، فياخذون لك ال 15 وال 20 مطيه، هاي تظهر من راعيه السيف، وتظهر من راعيه الكاس، وتظهر من راعيه السياره، فاليوم انت تشارك هاي نوعيه جديده طازجه على ما يسمونها، فانت لما تيجي تربيها تربيه طيبه وتربيها على يديك وتوصلها لموصل كبير وتحافظ عليها، فتحصل من وراها الخير سواء كاس او تخدم الشوط. في احيانا شيء من المطايع يعني تقوم 7.5 كيلو تخدم لك الشوط، شوط السيف تخدمه هي، مو بشرط انها تاخذ السيف، لكن في شيء من الحلال سبحان الله يكون خدمه للشوط دائما. وما تخدم السبوق الا سبوق شراكه. سبوق شراكه. نعم. اما السبوق العاديه طال عمرك ما تخدم، فهاي طول عمرهم هاي لفته دائما في كل مهرجان نشوفه، كل مهرجان نشوف اللفته هاي موجوده من نعم. سمو الشيخ منصور بن زايد. وناخذ هذه نحن كباب اللي ندخل لفنيات المهرجان بشكل عام، وايضا كذلك من خلال تسعيره اللي تبي نبدا وياها
معها وياك ابو مبارك، وايضا كذلك تسعي لتهجن الرياسه اللي فيها الحقائق التي تم الاعلان عنها من خلال اشواط الرموز للحقائق البكار، حيث رصدت مليونين درهم لصاحبه المركز الاول في حال شرائها، المركز الثاني 1.5 مليون، المركز الثالث 1.2 مليون، والمركز الرابع لغايه المركز العاشر 1 مليون درهم اماراتي. هذا فقط في الحجاج البكار في شوط في اشواط الرموز، اشواط رموز الحجاج عادي 1.5 مليون، 1.2 مليون، ومليون، ومن العاشر الى الرابع 80,000. اما بقيه اشواط البكار السابق 1 مليون، وايضا كذلك 800 للجعادين. فكن هذه روحها تكفي عن مهرجان كامل. سنه حجاج لو خلونا مهرجان كامل روحه سد ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يطول عمار الشيوخ، الله يجزيهم خير. هذه التسعيرات معتاده منهم، ونحن متعودين التسعيرات واعلانها قبل انطلاقه المهرجان. فاليوم ابو محمد الشاره 1.5 مليون، والتسعيره 2 مليون. اليوم أصبحت المطية قيمتها 3.5 مليون مع شارته، فأنت لو ما انتقلت ملكيته الحين شارته الظاهي قيمتها. ساعة لا هاي كلمة رجعان شطبوها أنا شوف منتقلات خلاص شوف هذا بلا شك السبخة ما شيرت يا أبو مبارك. نحن طال عمرك المشترى الله يطول عمارهم ليل 20 وليل 15 يشترونه، ولكن نقول اليوم شارته الظاهي قيمته، فاليوم زادوا الشارة وزادوا التسعيرة فأصبحت 3.5 مليون شارته وقيمته الله يطول عمارهم. من المركز الثاني للمركز العاشر تسعيرة حضر الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره، اشترى من المركز الأول المركز الـ15 في الشوط الرمز وشوط الرموز. فهذه طال عمرك التسعيرة بشرة مع ملاك الهجن. نعم. فكل واحد يعد العدة لميدان الوثبة يعرف أنه بتكون التسعيرة قدامه ومطيته إذا سبقت مشتراية، فيشترون الأشواط كلها، يشترون ما اكتفوا بالسابق، مشتروا حتى المراكز المتأخرة الله يطول عمارهم. فهذا الدعم مو مستغرب من عيال زايد صالح يقول اشترى فوق العشر لنه، يشتري فوق العشر لنه سموه بالكرم عادة. نعم. وهذه طال عمرك يوم يقول من المستحيل الركض ضعف وجوده دام الأمر يرجع على عيال زايد، هم أساس الركض، هم عموده، هم أهل اليودات وأهل اليوايد. وفي بعد نقطة يقول مبارك أن اللي عنده مثل النهضة وعنده مثل معزز وعنده مثل الوارية يسد إنتاجه، لكن صحيح. هذا دليل أن التسعيرة ليست فقط أنها للركض بل دعم الطرف الثاني وهو الدعم للمشاركين. شوفوا الرئاسة وصلت بالمكانة هاي الشيخ سلطان بن حمدان وياكم في الإعلام السنة، كل فترة ألاحظ في شيء في الشيخ سلطان بن حمدان أن الرجال الله يا رب يطول عمر أبو حمدان راعي مطية. يعني مثل البارحة كرم أكبر دليل البارحة يوم كنا في مركاض المرموق، يعني حطوا دولة في الشوط، نحن سألنا عن دولة قالوا دولة ما أخذها رمز القية وسبوك بس ما عندها جهوز، ولا دولة نحن تخبرنا وتخبرنا الشارع قالوا دولة هذا ماضيها. وحتى يوم سوى اللقاء مع سلطان وقال والله الناقة ما بجاهزة قال محطوها. هذا أكبر أنا يعني اللي حط على الشيخ سلطان بن حمدان كذا مطية، في مطية خبروني خذها عند الشامسي يا رابع يا رابع رجالهم قصوها وخذها ترمس مطية في الصبح هني حجة يا ثامن خذها استنقاها الشيخ سلطان بن حمدان وقال حق بن زيتون حافظ عليها أبو سعيد تراها بتاخذ رمس يا ثامن يعني صحيح. هذا التميز الموجود صحيح هذا هني ترى قائد الربان مثل ما يكون مثل سلطان بن حمدان لا بشير بالخير. نعم. نعم. قبل ما ناخذ ايضا جانب فني اخر من خلال مهرجان ختام الوثبه لعام 2024 دعونا نرحب معكم بزميل عزيز ابراهيم محمدي مراسلنا من قلب الحدث في هذا الاستوديو على طول ايام مهرجان ختام الوثبه. ابو خليل مساك الله بالخير ومبارك نعيدك وحياك الله ويانا. نعم عبد الرزاق مساء الخير، مساء الافراح ومساء الاعياد من عاصمه الميادين في الوثبه. كل عام وانتم بخير، كل عام والاخوه اللي في الاستوديو وياك بكل خير في عيد الفطر السعيد وثاني ايامه، وفي هذه الدوله المعطاه عبد الرزاق اللي دائما نقول الله يحفظها ويحفظ شيوخها ويخليهم لنا ان شاء الله ويبجيهم على الدنيا سالمين غانمين في كل سنه وكل حول. ما ان ينتهي مهرجان حتى يبدا مهرجان اخر، خلصنا من مهرجان المرموم قبل اقل من اسبوعين، واليوم نبدا مع ختامي الوثبه والمهرجان الذي سيكون على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. تحديات قوية منتظرة هنا على أرضية عاصمة الميادين. شاهدنا أشواط صباحية كانت خاصة بسن الحجايج، وفي هذا المساء الساعة الثانية ستكون أيضا انطلاقة أشواط أخرى ونواميس أخرى يبحث عنها من عيد الأمس واليوم يبحث عن عيد آخر واليوم
هو ثاني الأعياد أكيد. نتمنى إن شاء الله أن دائما أيامهم تكون سعيدة ونواميس في هذه الانطلاقات. بنكون عبد الرزاق موجودين في أرضية الميدان كالعادة مع الأخوة المشاركين، نأخذ علومهم وكذلك نبارك لهم بالعيد ونتمنى لهم التوفيق دائما. أعود إليك عبد الرزاق وللأخوة في الاستوديو. ويض بسامها تندفع عالصوت ما تحتى يا آلي دايره من الصوت تركض عكرمها من شمقها نايره والمود عالي زانت الوثبة وزينها علمها باسم زايد شيدة وفي احتفالي لي بناها يوم بفكار حلمها لين وصلها أصبحت جنة وبالحلقة وسمها صانها عن كل طمع احتيالي قدها ورسابها عالي قممها لنسلمها صناديد الرجالي. جزيل الشكر لإبراهيم اللي بيكون متواجد معنا من خلال هذا الموسم وفي هذا المهرجان الختامي من أول يوم إلى آخر الأيام. نعود إلى الأخوان المحللين، نعود أيضا كذلك النقاط الفنية في هذا المهرجان اللي لازم نقف عند أهم نقطة من أهم النقاط فيها، وأيضا كذلك مثل اللقاء يا وطالع نعود مرة أخرى نعم. في رحلة الثمانية رموز صحيح. كاملة، مو برمزين مو بأربعة ولا ستة، ثمانية رموز كاملة من سنة اللقاية وطالع لي أبناء أبو محمد الأبار. هاي الرموز يعني من زمان من سورة الوثبة تبدأبهن، أول شيء تبدأبهن في الكبرى دائما في مهرجان زايد التراثي تبدأ بثمانية رموز، الأربعة الأشواط المفتوحة وأربعة أشواط الإنتاج، يعني يعطي أدفانتج أكثر حق أهل الهجن، سواء المنتج له دور عنده يعني خيارين، خيار يطلع في المفتوح وخيار يشارك به في الإنتاج، عنده خيارين، فهذه أصبحت يعني عندهم ظاهرة كبيرة أهل الهجن، يعني تشوف في ناس عندهم في أشواط الإنتاج لكنه يروح في أشواط الرموز، مثل ما سوى هذا الموسم لا بزمان، وعندك باللومية في الوثبة في المرموم نعم. شارك في شوط الإنتاج، شارك في شوط المفتوح وخذ الرمزين، فهذا دليل على أن السباقات متوفرة وطول عمار الشيوخ، يعني فاتحين المجال كبير يشاركون في أربعة أشواط مفتوحة وأربعة أشواط إنتاج، يعني عندك أنت 36 أو 36 رمز نعم بالفعل لأبناء القبائل 8 بـ8 و8 بـ8 هاي 32 وأربعة الحجاج وأربعة الحجاج، فهذا دليل على أن يعني قوي. يعني بمعنى آخر بعد بضيف لك نقطة ولا ما أقطعهم كلام كله بالخير، أنه شيء من المطايا اللي بيكونوا مسجلات لهن ثلاثة خيارات في الرموز صحيح، خاصة إذا كان من إنتاجه يقدر يسيبه في المفتوح في يقدر يسيبه في المحليات صح. يقدر يسيبه في محليات الإنتاج أو مهجنات نعم الإنتاج مفتوح على راحتك أنت اليوم ايه. عندك سباق مفتوح، فهذا يعني تشريع من اتحاد سباقات الهجن للمشارك، أصبح حتى المشتري يكون له خيار، يعني إذا اشترى مطية مثلا من المحليات في الإنتاج يقدر يروح بها في المحليات في المفتوح، فهذا دليل على أن اليوم الركض يعطي الشاري حتى يعني دفعة معنوية أنه يشتري ويتنقل مطية اللي يشوفها مناسبة، خاصة بتكون الأعداد يعني زينة، الحلال اللي موجود بيكون نوعية ممتازة من السبك زين، والنوعية هاي اللي موجودة بتكون يعني فارضة نفسها في جدول السباق، اليوم المطيه يشار لها بالعيان للجميع، يعني انت لو مثلا جماعه رشحوا مطيه ممكن تي ثاني لكنها هي في دائره المنافسه في الشارع في الزعفران، فانت ما تطلع من هاي الشارع، فهذا دليل على ان الجوده موجوده والشيوخ دعمهم كبير نعم. للرموز، نحن اليوم نتكلم عن الرموز هذه طبعا لفته من الشيوخ اللي طول عمارهم، وهذه ما تنوجد الا في ميدان الوثبه، بدينا بها في الكبرى وتنهي في الختام نعم. فهذا شيء طيب، والله يطول عمر ابو حمدان على دعمه الكبير. وقبل سنتين تقريبا او سنه يمكن تعودنا على النظام انه خلاص الحجايج اللقايه لذا لابناء القبائل بعدين نبدا ايضا كذلك اللي هجن اصحاب السمو الشيوخ، لكن بعد في المهرجان هذا بتكون بعد فيه لمحه شوي يمكن دام انها ثمانيه انه الفتره المسائيه للقايه ولذا بتكون كلها رموز، واتوقع حتى للثنايا صحيح بالنسبه لابناء القبائل. نعم ابو محمد، الرموز مثل ما اسلف ابو هزاع انا دائما تكون الحظوظ الاكبر مع ملاك الهجن في حصوله على الرمز، وهذا هدف كل مالك عزبة وكل مالك مطية أن يظهر على رمز، ولكن بثمان رموز في سن واحد من سن اللقاية لسن الحول هذا ما يعطيك الحظ الأوفر لانتزاع رمز، أنت طال عمرك عندك مطية سواء كانت إنتاج
تشوف لها طالع منك خاصه راعي الانتاج يشوف يتخير في الاشواط الانتاج والاشواط المفتوحه الشوط اللي يشوفه ان مناسب لمطيته. فاليوم دعم الشيوخ الله يطول اعمارهم دعم وافر. انا لا يسعنا الا ايضا نشكر اتحاد سباقات الهجن على التنظيم الرائع وايضا الجدول اللي شفناه مميز وايضا الاريحيه لمالك المطيه المشارك. اليوم نشوف طال عمرك سن الحقائق يومين، سن القايه يومين، سن الاذاعه يومين، هذا ما يعطي اريحيه لمالك العدد الكبير من الهجن اللي يمتلك الكم والكيف في العزبه ويمتلك الكم الكبير لمشاركته باريحيه لتوزيع العمال اللي عنده الاستاف اللي عنده بشكل مميز على طوال ايام المشاركه في ختام الوثبه. فهذا يحسب ايضا لاتحاد سباقات الهجن، ايضا معالي الشيخ سلطان بن حمدان ابو محمد، نحن هذا الرجل صراحه والله ان محظوظين فيك ملاك هجن. في معالي الشيخ سلطان بن حمدان بمتابعته الدائمه والحثيثه بحضوره الدائم في مختلف ميادين سباقات الهجن سواء في الدوله وخارج الدوله، فلما يحضر ابو حمدان حضوره دائما يكون مشرف لملاك الهجن. حضور ابو حمدان يعتبر الشيء الكبير مع ملاك الهجن سواء في دوله الامارات سواء في كل ميادين ومختلف ميادين الدوله يحضر ابو حمدان من 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 راس الخيمه لين الغربيه، والله يطول عمره يكون حاضر قريب من ملاك الهجن كل القرب. اتحاد سباقات الهجن ايضا يلبي كل ما يحتاج ملاك الهجن وتسهيلاته بتوجيهات من معالي الشيخ سلطان بن حمدان. انا في يوم الامس وصلت في ميدان الوثبه، اول ما وصلت مريت على عزبه واحد من الربع، اول ما وصلته سلم عليه وتقهوى انا دخل علينا ريال في يده ملف اوراق. اول ما ياه قال عطني اسمك يا مالك العزبه، سجل له قال طرش عمالك يستلمون روشه، السيارات واقفه داخل العزبه، السيارات تريلات يمكن ثلاث ليدخلن العزبه طال عمرك ونزلن روشه راعي العزبه، لان نظره الشيوخ بعيده. هذا من 1980 بمر من الشيخ زايد يعلها الينه لين اليوم وهو في ميدان الوثبه، توزع الروشه لكل العزب اللي موجوده في الوثبه. شوف نظره الشيوخ، لاني عارف ان مالك العزبه هذا الضيوف من دول مجلس التعاون بيمرون عليه، الريال هذا بيقوم مضاف 17 يوم يا سلام. فنظره الشيوخ الله يطول اعمارهم يتوزع الروشه لكل ملاك الهجن وكل مالك عزبه في الوثبه، الله يطول اعمارهم. اللهم نشكرهم جزيل الشكر اتحاد سباقات الهجن والقائمين عليهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان والشيوخ الله يطول عمارهم. واضح دور اتحاد الامارات لسباقات الهجن ايضا كذلك في الدوره والميدان الجنوبي ايضا كذلك من خلال الاستعدادات الجميله التي تنتظر، والحمد لله بعد اجواء خير وبركه في هذا اليوم الجميل. قبل سنه وسنتين اول من حصل العيديه كانوا هل اهل السباق التراثي ومبارك، اول من حصلوا عيديه، واذكر هيك السنه طول عمري الشيخ سلطان بن حمدان قال لهم الشارع من الاول للاخير، اللي ما يود رقم هو اللي ما يود رقم، اللي ما خلص الشوط حتى واللي طاح من طيته بعد يلقاله. السنه بعد موجود السباق التراثي باذن الله تعالى بيكون يوم السبت 20/4/2024، بس اشوف في ما شاء الله شوطين للاجانب وبلا شوط واحد، يعني ما شاء الله رياضاتنا قامت تنتشر بطريقه اكبر واكبر كل سنه في زود ما شاء الله. ذكرك للشيخ سلطان بن حمدان ان امر اللي ركبيه ذكر من سنتين كنا في الاستديو هذا ويا الخبر ان امر من المركز الاول الاخير. شوف معالي الشيخ سلطان بن حمدان مثل المطر، من وين يا عم على الكل، عم على الركبيه وعم على العرب كلها، الله يطول عمر ابو حمدان. فابو حمدان مكارمه كثيره على ملاك الهجن وعلى الاعلاميين وعلى الركبيه وعلى كل واحد يوصل عند ابو حمدان، ابو حمدان يمر عليه يبشر بالخير. وبلا كذي حتى سباق الثلاثه الحين اصبح متابع، اصبح عليه ترشيحات، اصبح عليهم طايه معروفه يمكن من بدايه موسم ويشترون له حلال للسباقات، والشارع هو بسيطه الشارع. معازيبنا ابو محمد ما يدعمون شيء ولا يشوفون الشيء اللي احنا ما نشوفه، هم يشوفون شيء احسن عن شيء نظرتنا نحن. ما يشوفون شيء الا فيه صالح لكم، يا هل الناقه ولا راعي الخيل ولا راعي الطير يا ابو شهاب حطوا لكم اياه. سلطان بن حمدان يوم تلاقيه، انا الشيخ سلطان بن حمدان لقيته مرتين ومره قعدت عنده. الشيخ سلطان بن حمدان يوم تجي وتجلس عداله ولا يوم تشوفه مدك بالايجابيه. لقينا نحن في قطر وشفنا الشيخ طول عمره، يعني حتى اقول طول عمره ان شاء الله ان السيف من فاكم، قال ان شاء الله يا ولدي. يعني حتى شوف انت الكلام معازيبنا علينا كانهم
هنا كأنه مربينك يعني مربينا في كل كبيرة وكل صغيرة. يعني أنت الحين شو يعدي شو شيء وصل الشيخ صلاح الحمدان ما خلصه؟ جاوبوني ما في شيء. طول عمر الحين أنت ريان إحنا مخلص الاستديو همسين نتغدى أو شو بنتغدى بشيفته العدلة وخلاص بنصير عزبنا وبنتغدى الله خير. نعم تربحون ان شاء الله نوفالكم مشاركات بعد العدل ان شاء الله. شوف راعي الركب او راعي الركبيه الناس الركبيه يعني ممكن واحد يتاثر اكثر عن راعي الركب. نعم لان طبعا يكون مثلا يعد من موسم لين موسم. يعني مثلا راعي الركب ممكن عنده 5-6 مهرجانات وفي تمهيدات لكن الركبي عنده يمكن مهرجانين يشارك فيهم فيمكن يطيح يمكن طبعا بضيته ترد. فالشيوخ امرهم طال عمرك واسع وخيرهم كثير والله طول العام. نعم والناس فرحانه لو شيء ترشيح على على رتبي على الرتبيه لا اعرف من برشيه يسمونها هي ريلاكس ولا مسافه الصينيه لا لا دوب يعلق عليها الغالي انت عاوز سباقات دبي اي ثاني على 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 الوالي ما بتعرف هذا الكس لا خبرنا فيها ابو فزاعه خبرنا فيها معلق عليها مسابقه كم سابقه كم سيمه يمكن تقريبا 8 مرات 9 مرات مرات سابقه بس السنه كلها ثاني 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 ولا اخر مركز سبقه ترى رشحوها تعلقوا ظهرها مسكينه ما يخلون حد نقلوها. نعم الركب الركبي يختلف تماما عن الركب الالي. نعم شوف الركب الالي الركب الحديث الركب الركبي طال عمرك هذا الولد اللي يركب المطيه هذه مثل ما ذكر ابو فزاع يشتغل عليها من فتره طويله يعدها ويجهزها للمركب هذا عند المشارك الوحيده. الحين انت اذا عندك ركض عندك تبغى تركض في المركب هذا عندك حقائق بتسرع 10 صحيح ركبي الي اللي سبقت وحده باقي ما عندك مشكله. نعم. هذا راكب مجهزها وركبها بروحه سبقت ترى استفاد ما سبقت مكرمات ابو حمدان عمته وغيره اشهد انها بتبده ان شاء الله بتعمهم. طبعا تاريخ 20 قبل المعلومه اذا بتسمح لي ابو مبارك تاريخ 20 هو السباق وايضا كذلك اليوم بدانا هذا المهرجان ايضا كذلك من خلال الفتره الصباحيه التي كانت على مدار 18 شوط فترتنا المسائية أيضا بنفس السن ونفس نوعية السباقات وهي أشواط الإنتاج. لذلك دعونا نبدأ الحديث أيضا كذلك عن الفترة المسائية ونبدأ عن أشواط هذا اليوم عفوا الصباحا والمساء ونبدأ أيضا كذلك من قلب الميدان هناك مع الزميل إبراهيم محمدي. نعم عبد الرزاق معي احد الواصلين ويمكن اول الواصلين ما شاء الله عليه مبارك بن سعيد الكتبي حاضر اليوم في سن الحجاج. اول شيء نقول لك يا ابو سعيد مساء الخير مساء الافراح وكل عام وانت بخير وعساك من عوادته ان شاء الله. وانت عساك من عواده ونحب نوجه طال عمرك ونهني قيادتنا الرشيده حكومه وشعبا وسيدي صاحب السمو رئيس الدوله الشيخ محمد زايد الله يحفظه وحكام جميع حكام الامارات مناسبه العيد الفطر المبارك. يجعل إن شاء الله سنة خير وعام طيب علينا وعلى المسلمين ويحفظ إن شاء الله معازيبنا من كل مكروه وسوء. الوثبة غير السنة أكيد ما في شك وجو غير الله يرحم والدك. خبرنا طال عمرك عن الركب هذا المنتظر اللي في ثاني أيام العيد أكيد الكل يبقى يدمج فرحتين فرحة سبق وفرحة عيد. نعم نعم والله يا أخوي هذا الحمد نحن الحمد لله في فرح وخير فضل الله سبحانه وتعالى فضل حكومة الرشيدة الحمد لله ظاهرين من طال عمرك من خير من صوم الحمد لله وامس عيد واليوم عيد والناموس ان شاء الله عيد بعدنا الله اتمنى ان شاء الله التوفيق لنا ولغيرنا ان شاء الله. شيء ركضت اليوم الصبح لا طال عمرك عندنا بكره ان شاء الله الشوط الثالث ان شاء الله نتمل في الله خير ان شاء الله. الشوط الثالث من رئيسيات يعني عندكم شوط الجعادين المحليات لا ابكار نعم. خبرنا طال عمرك عن مشاركتك. والله بكر غالي بكر سبوقها يبوها حشيم بعير من بروك وامها بنت براق بكر سابجة عندنا في الهباب وسابجة عندنا في الجبيب وماضي هزيل لكن شوية عرقلت عنا وإن شاء الله تمل خير إن شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقنا يوفقكم ما يحب يرضاه وبيض الله ويوكم ويعودكم على أيام الفضيلة وانتم بصحة وسلامة ويحفظ إن شاء الله بلادنا ويحفظكم ويحفظ معازيبنا يا رب من كل مكر وسوء. مرحبا يا غالي مرحبا سعدنا نشوف إذن عبد الرزاق مثل ما سمعنا هذه الكلمات الطيبة ودائما نقول آمين على كل الدعوات الطيبة هذه لبلادنا الغالية وشيوخنا الله يحفظهم. الأفراح ستبدأ إن شاء الله مرة أخرى من خلال انطلاقة هذه الأشواط في الساعة الثانية مثل ما قلنا. إليك عبد الرزاق. وهي الفترة المسائية التي سوف تكون على مدار أول أيام من خلال 10 أشواط كاملة لسن الحجاج البكار والجعادين الإنتاج لأبناء القبائل جائزة قيمة مرصودة لأصحاب الشوطين الرئيسيات من خلال الحجاج البكار الإنتاج وأيضا الجعادين الإنتاج من خلال 120,000 درهم ليه السابق. فترة الصباحية يمكن إذا بنعرج عليها بشكل سريع مع الإخوان كانت على مدار 18 شوط أيضا كذلك لفترة الصباح أيضا كذلك ليه الإنتاج. مبارك باخذ من عندك يمكن لمحة بسيطة جدا عن أشواط هذا الصباح لنومس لكل من فاز وكل من شارك
شديدة لسهيل بن سعيد العامري في الشوط الأول، طريف لمحمد بن علي بن سليم الدرعي في الشوط الثاني، والشوط العاشر كان أفضل توقيت مع معرف لسهيل بن علي بن سبيع الدرعي خمس دقائق. نعم. بن سبيع بن سبيع ولا بن سبيع؟ بن سبيع والله. نعم، خمس دقائق 49 ثانية وجزئين من الثاني عندكم. نعم أبو محمد، احنا اليوم في الفترة الصباحية عشنا منافسة 18 شوط لأنه مسلم، ونبارك لهم كل من فازوا في الأشواط 18 الفترة الصباحية. شديدة هي من قصة شريط المهرجان في الفترة الصباحية في أول أشواط لسهيل بن سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. دائما انتاج سعيد بن هاشل يكون مميز، يظهر بظهوره المميز. شفنا رغم المنافسات والمحاولات من الأسماء المشاركة والمنافسة أن شديدة صمر كانت صامدة وصاملة على المقدمة والسيطرة، مطلبة على السبق لترسل لأهالي العين هذا الفوز والانتصار. انتاج من الأب والأم، الأب شكلان بن هاشل وامها ايضا من بوش سعيد بن هاشل. نهنيه ونبارك له. دائما تاقي سعيد بن هاشل مثل ما سلفنا ان يكون مميز وفاخر ويظهر في مثل هذه الاشواط الرئيسيه واشواط الرموز. نهني ايضا مضمرها عيسى بن سالم الطوقي ابو صالح من قاد شديده نحو الفوز والانتصار، ايضا احد النوعيات اللي شفناها مميزه رغم المنافسات اللي شفناها على مدار الشوط لان كانت صامده. ايضا لا يفوتنا ان نذكر القعود اللي ذكرته قبل شوي، الشوط العاشر التوقيت الافضل مع معرف سيف بن علي بن سبيع الدرعي، ايضا من الاسماء القادمه من سلطنه عمان من ميدان السريه بالتحديد. دائما انتاج ميدان السريه يكون كعادته مميز بالتوقيت المميزه، وايضا اشواط الرموز قدموا لنا اهالي ميدان السريه في سلطنه عمان بولايه ادم، قدموا لنا معرف سلاله معرف غصاب راعي الطيره من الاسماء اللي شفتها كانت في 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 الصفوف الخلفيه تجاوزه بكل سلاسه من المراكز المتأخرة إلى المركز المتقدم والمركز الأول، يبدل من مركز إلى أفضل بكل سلاسة بلا أوامر ولا تعليمات. عصاف البطان كان أوامر، كان أداة القاي استلام الزمام الأمور مع 800 متر الأخيرة، فبدأ بالمباعدة. تشوف أن القعود مرهي على الشوط، انتزاع المقدمة بدأ يشكل الفارق عندما أصدر عليه الأوامر، غادر وأعلن الإقلاع على أرضية ميدان الوهبة وأرسل السلامات لهالي ميدان السرية بسلطنة عمان. دائما أهالي السرية وانتاج بن سبيع يكون مميز، أمة بنت شاهين من الأسماء اللي كنا نذكر لها ركض ووسط قيام مع بن سبيع، اليوم نشوف انتاجها على أرضية الميدان وانتاج معرف غصاب راعي الطيرة سلالة شهيرة، أمه عرايف أخته قمرية العاصفة معرف. طبعا هذا آخر انتاج معرف، معرف مات من سنتين، وهذا آخر انتاج معرف غصاب راعي الطيرة. نهنيه ونبارك لهم. اليوم كسر حاجز الخمسين في الفترة الصباحية يعطي مؤشرات، لا هم جعادين اثنين هم واحد، اثنين كسران الخمسين صحيح، يعطي مؤشر أبو محمد أن هذا المهرجان بنعيش في مفاجآت التوقيت الحدث اللي بتسجل سواء في سنة الحقائق أم في الأعمار القادمة. فنومس لكل الأخوان الفائزين ونبارك لهم بمناسبة هذا الفوز والانتصار في 18 شهر. جعادين هن اللي اليوم تميزن ما شاء الله، يا بن 49 ويا بقعود منهن ثابت يا بخمسين خمسة. إيه قعود يتميز لين سنة الثنايا، أنت كبر عظمة هوية ثقيل، يعني الثنايا دائما تحصل حتى يكسر تيم الأبكار، هذا دليل على أن يعني الناس وقفت حتى حق الحلال وانتبهت له. أول كانوا ما يهتمون هوايد في الجعادين، لكن اصدر عليه اوامر الشيخ زايد الله يرحمه فتره كان يخصونهن، وكان اطع عمرك يطبش ذاك البعير وعصاف البطان والخطام تيت ما حد يقول له شيء. خلاف قال الشيخ زايد الله يرحمه كيف هذا، قال والله كان خصايه، قال لا خلاص ممنوع الخصايه، فوقفوا الخصايه وطلع من المهاجر وغيره من ايام جيل المهاجر. هدف الشيخ زايد في انهم ما يخصون الكتاب مو من السرعة، لا للمحافظة على السلالة، فإذا كل واحد عنده بعير أصيل وسبوق ويخصاه راح الانتاج، راح السلالة. أنت هاي السلالة متى تطلعي؟ في الثمانينات على السلالة، ثمانينات التسعينات زي في التسعينات. احسب لنا الحين شوف تاريخ اليوم ولي أي أكثر بعد وزيادة، شوف تاريخ اليوم شوف كم شوط 18 الصبح وعشر مساء 28 شوط في يوم واحد بس للانتاج. صح، شو هن باهاتن هاي لا اللي هن زمولي تطرون. نعم نعم، هذا يدل على نظره الشيخ زايد على اليد البعيده اللي بعدنا نشوف مواريها ونشوف ايضا. نعم. كذلك نتائجها في السباقات القادمه. طبعا 10 اشواط في فترتنا المسائيه، شوطين رئيسيات حجاج بكار انتاج، واذا كذلك جعادين انتاج. ذكر نقطه ابو مبارك انه يمكن حتى توقيتات الصبح تعطينا مؤشر على المهرجان ككل، لكن عن المساء شو يقول ابو مبارك؟ شو التوقعات؟ هل بنشوف نوعيات مثل نوعيات الرموز اللي بتظهر يوم الغد يعني، ولا افضل بكثير عن الفتره الصباحيه؟ توقعك بشكل عام. انا بشكل عام اتوقع، شوف المهرجان الختام للوثبه
يعني في خص سلا يعني خص فئة الحجاج.